بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن الأذان، وهي خمس سنن كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد. أول سنة أن يقول السامع كما يقال المؤذن، كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فهنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه البخاري. ثمرت هذه السنة أنها توجب لك الجنة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. السنة الثانية أن يقول السامع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ثمرت هذه السنة غفر له ذنبه كما في الحديث نفسه. السنة الثالثة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراقه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى به عليه هو الصلاة الإبراهيمية، فلا صلاة أكمل منها. قول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وثمرة هذه السنة أن الله يصلي على العبد عشر مرات، ومعنى صلاة الله على العبد أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة الإبراهيمية هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الصيغة رواها البخاري. أربعة، السنة الرابعة أن يقول بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا الحديث رواه البخاري. ثمرت هذا الدعاء أن من قال حلت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الخامسة أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له لقوله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، عفوا قل كما يقولون يعني المؤذن، فإذا انتهيت فاسأل تعطى. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنها الحافظ وابن حجر وصححها ابن حبان. ومجموع هذه السنة التي يحرص على تطبيقها عند سماع الأذان في اليوم للمسلم 25 سنة والله أعلم. طبعا 25 سنة في كل الفروض خمس الصلوات.